أهلا بكم في جولتنا الصحفية لأهم ما طلعتنا به الصحف المحلية الصادرة ليوم الأحد 27 من نوفمبر لعام 2016، ونبدأ بقراءة أبرز العناوين ومع صحيفة الأيام التي أطلعتنا في صفحاتها الأولى بالعناوين التالية: التنسيق مع الخدمة المدنية لإنهاء الإجراءات الصالح للأيام، توظيف مستعجل لأطباء وممرضين، اجتماع مع دائني المشروع ثلاثاء المقبل، تسوية المشاريع المتعثرة، بيع جفير بيوز في المزاد 20 ديسمبر. ومع صحيفة أخبار الخليج التي كانت أبرز عناوينها: وزير شؤون المجلسين في تصريحات صحفية، الاتحاد الخليجي قد يعلن في البحرين من دون عمان، لو قام الاتحاد سيكون متقدما كثيرا على مجلس التعاون. أصبحت الأوضاع مستقرة جدا في البحرين بعد أن خفت تشنجات المغرر بهم. الأمطار تستمر اليوم وقد تتحول إلى رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة. ومن صحيفة الوطن نقرأ: تسوية المتعثرة، بيع جفير بيوز في مزاد علني 20 ديسمبر. أما من صحيفة البلاد فنقرأ العناوين التالية: دور مجلس التنمية تعزيز محركات النمو البديلة، الرميحي تراجع النفط يفرض إصلاحات اقتصادية. البحرين للمجوهرات، رئيس الوزراء الدعم الأول لصناعة الذهب والمجوهرات. شوارع المحرق تغرق مجدداً وأزمة ثقة بين الصهاريج والبلديات، المطر فرح فوق المستنقعات. مواليد نوفمبر وديسمبر ينتظرون مقاعدهم الدراسية. دراسة ميزانية لسوق جد حفص المركزي. وأما من صحيفة الوسط فنقرأ: تسوية المشاريع المتعثرة، بدء المزاد العلني لبيع جفير بيوز. الأمطار في أول يومين فرحة للأطفال والشوارع الأكثر تضرراً. أبدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم اهتماماً واسعاً بالحالة الجوية التي تمر بها المملكة، وأفردت مساحات واسعة للأخبار والصور المتعلقة بالأمطار. صحيفة أخبار الخليج نقلت توقعات الأرصاد الجوية باستمرار سقوط الأمطار المتفرقة والتي قد تتحول إلى أمطار رعدية، محذرة من أنها قد تكون مصحوبة بهبات شديدة السرعة. وصل ارتفاع مياه الأمطار يوم أمس إلى 25 سنتيمتراً في بعض المناطق. صحيفة الوسط نشرت في هذا الشأن تأكيد وكيل وزارة الأشغال بأن الوزارة عملت على زيادة عدد صهاريج شفط مياه الأمطار إلى أكثر من 85 حتى الآن، إضافة لوجود 10 مضخات في كامل المحافظات. ونشرت صحيفة البلاد أن وزارة الإسكان أفادت بأن الفريق الفني المشكل لمعالجة آثار تجمع مياه الأمطار في مواقع المشاريع الإسكانية لم تسجل أضراراً في مختلف المشاريع غيد الإنشاء أو حديثة التسليم في مختلف محافظات المملكة. قالت صحيفة الأيام إن وزارة الأشغال والمجالس البلدية بذلت جهوداً جبارة لاحتواء أزمة هطول الأمطار ودخول المياه للمنازل. تحت عنوان موسم الرعب، كتبت فاتن حمزة مقالة في صحيفة البلاد تحدثت فيها عما يشكله هطول الأمطار من تجمعات للمياه واختناقات مرورية، وانتقدت الكاتبة عدم تعاون الجهات المعنية وفقدان روح العمل الواحدة فيما بينها. وقالت الكاتبة إن شوارع البحرين ما زالت مهيئة لاستقبال الأمطار، ولا يوجد استراتيجيات ولا حلول جذرية، وما زلنا نقرأ كلمات تبشر بالخير بينما لا تعكس الواقع. وسئمنا سماع تصريحات متناقضة غير مبررة أن استمرار هذا الواقع المرير
يسرق فرحة المواطنين بالأمطار، نريد أن نشاهد تحسناً حقيقياً في أداء الجهات المعنية لحل المشكلة السنوية التي للأسف منها ما يتكرر في المناطق والشوارع ذاتها. نريد وضع خطط جادة تسهم في تحسين جاهزية استقبال الأمطار. وفي السياق، نشرت صحيفة الوطن وصحيفة أخبار الخليج كاريكاتير يعبر عن بدء موسم الأمطار. نشرت صحيفة الأيام تفاصيل مقابلة أجرتها مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، قالت فيها أن الوزارة بدأت إجراءات عاجلة لتوظيف عدد من الأطباء والممرضين في بعض الاختصاصات المهمة والعاجلة، مشيرة إلى أن دور ديوان الخدمة المدنية في التوظيف مهم وضروري، وبينت أنه سيتم توظيف أطباء في قسم الطوارئ وغيرها من الأقسام التي تحتاج لكوادر. صحيفة الوسط نقلت عن مسؤول في مصرف البحرين المركزي قوله إن شركات التأمين البحرينية سيكون لها دور في المشروع الوطني للضمان الصحي التأمين الصحي على المواطنين، والذي تستعد الحكومة لرفعه كقانون على السلطة التشريعية قريباً. أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى أن رابطة طب الطوارئ بجمعية الأطباء البحرينية أعلنت عن عزمها لتنظيم النسخة الثانية من ورشة أساسيات تخطيط القلب برعاية مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة للقلب، وجرت الاستعانة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لاعتماد هذه الورشة وتصديقها. أجمعت صحفنا المحلية على أهمية ما يشكله حماية الأثر والحفاظ على المناخ من تحديات أمام البشرية. صحيفة البلاد لفتت إلى أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تعلن غدا عن مكتشفات أثرية نادرة من شأنها إزالة الغموض في حقبة زمنية بالغة الأهمية في تاريخ البحرين، كما سيتم عرض أدلة ولقى أثرية أسفرت عنها عمليات التنقيب المتواصلة في مختلف المواقع، والتي تبين أنها تعود إلى أكثر من 3700 عام، أي تقريباً 1700 عام قبل الميلاد. نشرت صحيفة الأيام تصريحات الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية لتنظيم المؤتمر الدولي بشأن حماية التراث العالمي المعرض للخطر، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ، التي قال فيها إن البحرين قادرة على لعب دور كبير في الجهود الدولية الرامية لحماية التراث الإنساني في مناطق الصراعات في الشرق الأوسط. لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن مملكة البحرين تستضيف نهاية الشهر الجاري ندوة عن الطاقة المستدامة، تستقطب المختصين والباحثين والأكاديميين والمهندسين والفنيين والإداريين في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك المستثمرون ورجال الأعمال والمقاولون. ويقدم وزير شؤون الكهرباء والماء شرحاً عن وحدة الطاقة المستدامة وخططها المستقبلية والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. أشارت صحيفة الوسط إلى أن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين أمين الشرقاوي أطلق تحذيرات مرتبطة بتأثير نمط التنمية الاقتصادي العالمي الحالي على ملفات حيوية من بينها الأمن الغذائي وتداعيات التغيرات المناخية، منوها إلى سعي البحرين لتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة على مدار 15 عاماً.
صحيفة أخبار الخليج ذكرت أن الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة شارك في حلقة نقاشية حول موضوع كوكب الأرض نحو مستقبل مستدام وحيوية اقتصادية وطاقة متجددة وصناعات متناسبة مع المناخات ومدن مستدامة، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها لجنة من الخبراء في جلسة كوكب الأرض نحو مستقبل مستدام وحيوية اقتصادية. لفتت صحيفة الأيام إلى أن مؤسس وقائد فريق التجديف كويت كاياك دعا إلى ضرورة حشد كل الطاقات والجهود الخليجية على الصعيدين الرسمي والشعبي الرامية إلى بيئة بحرية خليجية نظيفة، مشددا على أن نظافة البيئة البحرية والبرية تنعكس على التنمية المستدامة في كل دولة خليجية، مطالبا بضرورة بذل المزيد من التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. اختتمت يوم أمس فعاليات معرض الجواهر العربية، حيث نشرت صحيفة الأيام أن الشركة العربية لتنظيم المعارض والمؤتمرات أعلنت عن معرض الجواهر العربية استقطب قرابة 50,000 زائر على مدى 5 أيام، لافتين أن التقديرات تشير إلى أن زيادة تصل إلى 10% في المبيعات هذا العام. أشارت صحيفة الوسط إلى أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قررت بيع مشروع جفير بيوز في المزاد العلني، وذلك بعد أن استنفذت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة جميع السبل الودية، وقد أنهت اللجنة من إعلان الشركة المطورة للمشروع بقائمة شروط البيع والثمن الأساسي للعقار وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافقات. لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعلنت أنها تدرس تخصيص ميزانية من أجل تطوير سوق جد حفص المركزي وتهيئته بشكل يتماشى مع نمط الأسواق الحديثة ويلبي احتياجات المرتادين من السلع الغذائية. أشارت صحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البن فلاح كشف أن الشركة بصدد ترسية مناقصة بناء خزانات وقود الطائرات في يناير 2017، متوقعا الانتهاء من عملية البناء خلال فترة تتراوح بين عامين أو عامين ونصف عام. إلى هنا نصل إلى الختام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله.